جيش قوي الحمد لله، والجيش راه بالمرصاد الكل من يعني يقترب من الحدود، ولكن بصفة عامة احنا كل هالدول عندنا معاهم علاقات أخوية، علاقات تبادل تجاري، عندنا علاقات. ما نمشيش نغلق الحدود نتاعي مع كاع المحيط، ولذا احنا قلنا ولا حل بدوننا احنا، لأن احنا المعنيين الأولين. باش تبدا تتهدد من هي وتهدد باش تضرب غلط، انا ما نمشيش معاك. الجزائر منذ استقلالنا الى يومين هذا عمرها ولا سيله دم تاع جار ولا تاع اخ. مبدئيا رفضنا ندخلوا في العراق، رفضنا ندخلوا في اليمن، رفضنا ندخلوا في كل ما يجري في الدول الشقيقه ولا الدول الصديقه. قلتها مرارا، مالي لكن ندخل في مالي، ندخل باش نخفف الوطن الاقتصادي عليهم، نخفف. دخلش انا عسكريين في باش يفهموا قطعا ان الجزائر لن تستعمل القوه مع جيرانها ابدا مهما كانت الظروف. كلك سوا لو سيناريو او نيجير. جو سوي سير كو لي نيجيريان ريسبكت لالجيري اي نابروشون با لي فرونتير الجيريان. سو سون دي فرار اي ريسترون دي فرار.